أول شيء مشروع كليما ميد هو مشروع إقليمي ممول من الاتحاد الأوروبي يدعم انتقال البلدان المشتركة فيه نحو التنمية المستدامة المنخفضة الكربون، ويعمل على تحسين إدارة التغير المناخي من خلال تعزيز أمن الطاقة وتقوية القدرة على التكيف مع التغير المناخي. ويغطي المشروع كليما-ميد منطقة البحر المتوسط منها لبنان والأردن وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والمغرب. والمشروع يعمل على 3 محاور أساسية. المحور الأولاني يعمل مع السلطات الوطنية، والمحور الثاني نعمل مع السلطات المحلية اللي هي البلديات أو المدن، والمحور الثالث الأساسي أنه نعمل على تسهيل الاستثمارات في تمويل المناخ من خلال قطعة موضوع، ونقوم كذلك بتطوير مقترحات تمويل قوية مطابقتها مع المستثمرين، حيث نعمل مع عدد الأكبر من الشباب الذين لا يملكون فرص العمل، ونعمل بدورنا على خلق هذه الفرص من خلال تقديم المساعدات التقنية لدعم وصياغة وتنفيذ خطط العمل المحلية للحصول على الطاقة المستدامة وموائمة التغير المناخي التي نطلق عليها اسم مختصر سيكاب.